تحدثنا عن كيف اهتديت بفضل الحمد لله. الله يهدي من يشاء. نعم الحمد لله. أولا يعني ما كنت أدري أو أعرف إسلام، لكن الوقت الذي يعني كنت في الثانوي، يعني نعم. ثانوي سيكولا هاي سكول، يعني درست مع يعني بعض المسلمين، لكن ما كان يعني ما يدعونني في الدين. سبحان الله، ما يدعونني في الدين. إذا هذا عندنا لابد أن ننبه أهل الإسلام عليه، أنهم لابد يعرفوا بالإسلام. لا يعرفون الإسلام. هم يعني يسكنون في المدائن وفي بيوتهم، لا يوجد يعني الذين يعني يخرجون ليعرف الإسلام، بدون أن يخرج في المدرسة الآن مسلم مع غير مسلم، لا يتكلم يوما من الأيام مع الزميل هذا عن الإسلام، لا يتكلم. وبعضهم نعم. سبحان الله، بعضهم يعني يرؤوننا كأننا يعني كفار، والكافر ناجس، والناجس لا تتقرب معه. صحيح، نحن لا نقترب من المشركين، لكن يا أخي الدعوة إلى الله، أيوة، تعلم وتقول يا أخي الإسلام كذا وكذا وكذا، وأنا أريد لك الخير بأن تدخل في الإسلام. صحيح أنا لا أختلط بك، أيوة، لا أصنع معك، لأن أيوة الإسلام يقول كذا وكذا وكذا، أيوة، تبين له حتى لا يفكر، أيوة، أشياء يعني سبحان الله غريبة عنك. قليلا من الناس يفعلون هكذا، قليلا من المسلمين يفعلون هكذا. درست 4 سنوات في مومباسا، يعني قلب الإسلام في كينيا. نعم، أكثر عدد للمسلمين في كينيا في مومباسا. نعم، لكن درست في هذا المدرسة 4 سنوات، لا يوجد الذي يدعوني في الإسلام، لا يوجد أبدا. نعم أبداً. والغالبية في المدرسة هم أهل الإسلام، بعض في الغالب، مومباسا في الغالب يعني المسلمين. اي نعم، اكثر يعني من 80 يعني في المئة فقط في مومباسا، لكن في كينيا كامله عدد المسلمين كم؟ في كينيا كامل والله كم في المئة تقريبا؟ في المئة يعني 20 إلى 30%. 20 إلى 30%. أيوة. وعدد السكان في كينيا قرابة 50 مليون. كل الناس 50 مليون. 50 مليون. نعم مليون. نعم 50 مليون. أيوة. نعم. طيب ماذا حصل في المدرسة؟ أنا؟ نعم. كيف يعني؟ يعني أولا نعم وجدت بعض الناس يعني يناقشون يعني المسيحيين يوم من الأيام في مومباسا، يعني بعدما انتهيت يعني دراسة، انتهيت من الدراسة دراسة نعم سنة يعني 1997. نعم 1797. أيوة نعم. 1997. المهم انتهيت الدراسة. طيب. وكنت أنتظر يعني إن كان في إمكانية أن أذهب إلى 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 الجامعة، وكنت في ناكورو عاصمة آخر. نعم. كيسومو. مدينة أخرى غير. مدينة أخرى. أيوة. نعم. نعم في ناكورو، وسمعت قليلا من المسلم هذا رجل. نعم. ولكن كان يضحك جدا كثيرا. نعم. لكن يعني يحب أن كن مسلم. سبحان الله. أنت كافر. ستدخل في النار. أنت كافر. كن مسلم. هذا النصح. المسلم لابد يكون ناصح. نعم نعم. حتى لو بهذه الطريقة يعني. الحمد لله. يسمى رمضان نصر نور. صحيبي حتى الآن الحمد لله ما شاء الله. لكن ما غيرت الدين هنا. نعم. وجدت الفرصة إلى المدرسة، إلى الجامعة. يعني سنة يعني مقبل. نعم. وذهبت إلى الجامعة، درست في فلسطين. في فلسطين. نعم. تعرف يونيفرسيتي تل أبيب. تل أبيب. أيوة. أي نعم. أي درست هناك. الدولة الصهيونية. أي الصهيونية. نعم. ذهبت هناك وأنا مسيحي. نعم. وهؤلاء المسيحيين يعني يحبون أي شيء يعني يوجد إسرائيلي فيه. سبحان الله. عارف؟ نعم. يعني يحبون إسرائيلي، إسرائيلي جميل ما شاء الله، أبناء الله وهكذا. نعم. إذن حينئذ كنت أحب أن أجد الفرصة أن أدرس هناك.
نعم. والحمد لله وجدت الفرصة. ها وجدت الفرصة. أيوة. ودرست هناك 5 سنوات منذ 1998, 1999, 2000, 2001, 2002. يعني 2002. نعم. إذا بعد ما انتهيت يعني جامعة. نعم. والله شفت شيئا، رأيت شيئا في فلسطين. نعم. قربني أيوة إلى الإسلام. الحمد لله. نعم. قربني إلى الإسلام. ما هو؟ والله فلسطين، يعني أهل فلسطين، أهل فلسطين كانوا يعني الدولة إسرائيلي، الدولة الصهيونية. صهيونية. نعم. أحسن. الدولة الصهيونية. أيوة. كان يظلمون. نعم. يفعلون الظلم. الظلم. عليهم. نعم. والله ما كنت أحب هذا. سبحان الله. ورأيتهم والله كل يوم هم يعني في تات. الله المستعان. في تات يعني الناس يعني يظلمون يعني. يظلمون. نعم. وما كنت أحب هذا، وأقربني إلى الإسلام. نعم. وكنت يعني كل وقت يعني أحب أن أكون مع المسلمين. ما شاء الله. والحمد لله. الله أراد بك خير. الحمد لله. والحمد لله بعضهم يعني كانوا مسلمين الحمد لله في الجامعة. نعم. والحمد لله بعضهم يعني دعونني في الإسلام. ما شاء الله. في فلسطين. هذا أهل فلسطين. أيوة. نعم. دعونني في الإسلام. ها نعم ما شاء الله. لكن كنت مع يعني مسيحي، وكيف أغير يعني من المسيحي إلى الإسلام؟ هذا شيء صعب. نعم. صعب. نعم. لكن الحمد لله القلب بدأ يلين. أيوة. نعم. القلب بقي مع الفلسطينيون، مع أهل فلسطين. تمام. يعني المسلمون. نعم. لأن منهم يوجد المسيحيون الفلسطينيون. نعم. يوجد يعني الدروز، يوجد يعني دروز. نعم. فرقة. نعم نعم دروز. دروز. نعم. وزرع سن يوجد. لكن إذا جاءوا هؤلاء الشرطة الصهيونيون، السلطة الصهيونية. أيوة. نعم. يعني يضربون كل الناس. نعم الله المستعان. المسلمون، المسيحيون، الدروزيون، كلهم. نعم. إذا انتهيت الدراسة ورجعت في بلدي في كينيا. نعم رجعت يعني بعد 2002. إيه بعد 2002. نعم. جيت 2003. نعم 2003. 2003. نعم. هلا فاتكم. نعم. صعبة. بعد ما جيت الحمد لله ليست يعني صعبة. نعم. ليست صعبة. ليست صعبة. أيوة. بعد ما جيت كان بعد ال يعني عمي واحد من ال يعني عمي جامع عمي يعني عمي أخو الأب. يعني العم هو الأخ الأب. أيوة. جامع أعمام. أعمام. كان أعمامي. أيوة. بعض الأعمام يعني هم يعني يعني الكبراء. نعم. دين المسيح في كينيا. يعني واحد منهم. نعم. رئيس اللوثرن. الله المستعان. الكنيسه اللوثرن. نعم. في كينيا هو الرئيس. هو رئيس. هذا من اعمامك. عمي. والبقيه ايضا لهم شان. بقيه ايضا لهم شان. ايوه. واحد منهم يعني كبير في الكنيسه ادفنتيستا SDA يعني حوالي من امريكا و SDA شديد جدا. الله المستعان. ضد المسلمين. الله المستعان. هو باستا قسيس. قسيس. نعم. ويوجد آخر كذلك كان شديد يعني كبير في بيفا تشيرش يعني هؤلاء. نعم. وقالوا لي إن شاء الله. إن شاء الله. يعني في. أنت تقول الآن. أي أي. نعم. لا لا لا. هم. نعم. الآن. نعم. يقول الآن. يعني تريد العمل في كينيا. نعم. درست الحمد لله وتخرجت والآن يعني أنت أصبحت يعني. نعم. شيء كبير يعني في تعلم. في التعلم. نعم. أصبحت. نعم. إذا لا تستطيع أن تجد العمل. سبحان الله. في مع الحكومة. مع الحكومة. لأن هنا يعني يوجد يعني تعرف من تعلم من في هذا الشركة أو تلك الشركة، ما أنت تعلم أو تعرف. إن كنت لا تعرف من أحد ما عندك يعني العمل. ما عندك عمل. لا ليس لك معارف. أيوة. واسطات. أيوة. يسموه عندك هكذا. نعم هكذا. إذن قالوا لي إن الآن نريد أن يعني نعطيك فرصة إلى الجامعة. نعم. أن
أن تتعلم يعني الأحوال المسيحية. أحوال يعني قسيسية. يريد هيؤوك. أي هكذا. أن تكون قسيسا. أن أكون قسيس. نعم. وفكرت في ورأيت شيئا جميل. ها نعم. أعوذ بالله الشيطان سول لك. الله المستعان. وسجلت يعني نفسي في جامعة. نعم. ودرست يعني سنتين. سنتين. سنتين الحمد لله وتخرجت وأنا قسيس. الله المستعان. الحمد لله. وقد أعطوني العمل في مومباسا. وأعطوك كنيسة. أيوة كنيسة. في مومباسا. في مومباسا. وكنت يعني رئيس الكنيسة. رئيس يعني الكنيسة. القسيس كبير في الكنيسة. نعم. وكان معي. أنت القسيس الكبير في الكنيسة. يعني رئيس الكنيسة. رئيس الكنيسة. في الكنيسة. نعم. لكن يوجد صاحب آخر يعني قسيس آخر لكن صغير. أصغر منك. تحتي. تمام. إذا كنت يعني غائبا. نعم. هو نعم. أيوة. نائب لك. أي نائب. نعم. الحمد لله يعني قد عملت. نعم. الحمد لله فعلت هذا سنة واحدة. نعم سنة واحدة كنت في الكنيسة. في الكنيسة. نعم. وأنا يعني أدرسهم كيفية المسيحية يعني على عيسى ابن الله وعيسى هو الله. تعالى الله عما يقولون. كثير يعني كبير من الشركيات. الله المستعان. يوما من الأيام. يوما من الأيام خرجت من الكنيسة إلى المدينة مومباسا. نعم. لأنني درست شيئا آخر والذي أفعل الآن على أعمل الآن شيئا آخر. سبحان الله. الذي درست في الجامعة. في الجامعة شيئا آخر والذي يعني. والتطبيق العملي في الكنيسة. سبحان الله. لا 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 لا. اسمع. في فلسطين. في فلسطين. درست شيئا آخر. نعم. أوكي. نعم. شيئا حكومية وهكذا. نعم دراسة عادية. دراسة أيوة. نعم. لكن الآن. أوكي درست يعني شيئا في الجامعة كنيسة. نعم. والآن أنا في كنيسة. نعم. لكن ما وجدت يعني سكينة القلب. سبحان الله. ما وجدت. ومنذ يعني صغار السن. منذ نعم عندما كنت أيوة صغيرة. صغير. نعم. ما كنت أحب كنيسة. سبحان الله. والله بالله ما كنت أحب كنيسة. سبحان الله. وأمي كانت يعني تجهزني. تجهزني. نعم. اللغة العربية. تمام ما فيش كلام. نعم. تجهزني صباحا يعني نذهب إلى الكنيسة. نعم. إذا خرجتني أو أخرجتني إيه؟ يعني أولا قبل. نعم. أن تخرجين. نعم. والله ما 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 ما, 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 ما أذهب إلى الكنيسة. سبحان الله. يعني أذهب شوية و. مكان آخر وتفر. نلعب يعني كرة القدم وهكذا. نعم. بعدما رجعت يعني في المساء تغضب يعني عليك لما لا ما. نعم. كنت أحب كنيسة. نعم. والحمد لله حتى بعدما درست الجامعة لمسائل الكنيسة. نعم. ما كنت أحب ها هنا لا يوجد في قلب لا يوجد. نعم. إذن كنت أحس يعني في يعني فجوة يعني فرق. فجوة. نعم. فرق. إذن ما وجدت شيئا أن أملأ هذا الفرق. نعم. إذن إذا سنة 2005. نعم. 2005. نعم. 2005 يعني وجدت يعني المسلمين يعني يناقشون بعضهم بعضهم ومسيحيين في مومباسا. نعم. و يعني جربته. سمعت. لما تقولون عيسى ليس ابن الله ولما تقولون ليس يعني عيسى ليس الله. نعم. بنفسه. نعم. لا تعلمون لا تعرفون يعني ببليا على الكتاب المقدس لا تعلمون خالي يعني أدرسكم. نعم. أريد أن أدرسكم كيفية هذه المسائل على يعني عيسى بنفسه هو الله وهو ابن الله وهو كل شيء. نعم. والله كنت أدري يعني كنت أتمنى أدرسهم لكن بالعكس. ها هم درسوني. نعم. أنت أردت دعوتهم نسأل الله أيوة. السلامة إلى أيوة. الضلال أيوة. وهم كانوا سببا في هدايتي. الحمد لله. الحمد لله. فعلت هذا
تقريبا 3 أسابيع. نعم. ويعني أسبوع الرابع. نعم. قبل يعني انتهاء الشهر. نعم. يعني وجدت ثقة في قلبي على الإسلام هو الطريق. هو الدين الحق. هو دين الحق. نعم. الحمد لله. لكن في يعني بنفس هذا الأسبوع ما يعني ما ألقيت يعني الخطبة في الكنيسة. هذا الأسبوع توقفت. يعني هذا بداية الطريق. يعني. أيوة أيوة. نعم. ما أنا المسلم ولا مسيح. نعم. خرجت يعني من المسيح. خرجت من المسيحية. أيوة. وما دخلت إلى إذن أنا في أوسط. نعم. الحمد لله كنت يعني هكذا في أسبوع واحد. نعم هذا الأسبوع الرابع. هو أسبوع رابع. نعم. ما 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 فعلت شيء في الكنيسة. والنائب فعل شيء الحمد لله. ثم يوم الاثنين. نعم. يعني أسبوع الخامس. الخامس. يوم الاثنين يعني ذهبت إلى المدينة في هذا المكان المسلمون يناقشون. نعم. وقلت لهم إن شاء الله يعني أريد الآن أريد أن أكون مسلم. ما شاء الله. بنفسي. نعم. لكن يعني شهر كامل. كنا يعني في مناقشات. في مناقشات. نعم. والحمد لله قالوا لي يعني هذا 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 والحمد لله وجدت الحق. شرح الله صدرك. أيوة. الحمد لله. كنت يعني كنت أدري لأن المسلم إذا لبس هذا في جنان جن يعني يحمل جن. إذا لبس الثوب. إيه ثوب. كأنه في جن. في يعني في جن. ها كنت. يعني تظن هذا. أي نعم. أظن هكذا. و you know يعني اللباس النساء. نعم. تعرف يعني العباية والجلباب. أيوة العباية. نعم. يعني قالوا لنا في الجامعة. نعم. الجامعة المسيحية. جامعة المسيحية. وقالوا إذا رأيت امرأة لبست مثل هذا. نعم الحجاب الكامل. أيوة. نعم. هي شيطان وكبير من الشياطين. الله هي المستعان. أكبر من. الله المستعان. إذن لا تقربها. لا تقرب. لا تقربها. وكذلك يعني الرجال لبسوا هكذا. لبس الثياب لا تقربهم. لا تقربهم. جن. جن. نعم. والحمد لله يعني كنت أفهم هكذا. وبعدما يعني بعدما. كما كان كفار مكة يصنعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. الكفر ملتهم واحد. نعم. سبحان الله. لكن الحمد لله المسلمون يعني وضحوا المسائل الإسلامية الحمد لله وفهمت جدا جيد. نعم. جدا ما شاء الله الحمد لله يعني جيت لهم وقلت لهم أريد أن أكون مسلم وهذا الشيخ يسمى الشيخ عبد الله شيخ حتى الآن قال لي لا نريد أحد في الإسلام الإسلام الآن الحمد لله نحن يعني مفيد لا نريد أحد وقل له أريد أن أكون مسلم يعني كان يظن أن يعني ألعب ها تلعب أنت أستهزي تستهزي بالمسلمين أستهزي إيه نعم ثم قال لي إن شاء الله إن كنت تريد أن تكون مسلم اقطع $100 تدفع $100 $100 نعم وحينئذ كان عندي 47,000 يعني شيلينغ تقريبا يعني 140 يعني $400 $400 يعني كان في جيبك يعني في جيبي نعم وهذه هذا المال الكنيسة مال الكنيسة مال الكنيسة نعم كان يعني أن أدفع في البنك نعم لكن ما فعلت هذا يعني كما يومين 3 أيام من قبل نعم إذن اليوم قال لي ادفع $100 نعم وذهبت الى جيبي و يو نو $101 كان كنت اريد ان اعطيه نعم. لا 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 يوجد شيء لا. اذا كنت تريد ان تكون مسلم ادخل يعني الاسلام يعني لكل شخص نعم بس كان هو يريد يتاكد من ايوه هكذا نعم. قلت يعني ان اعطيك لا 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 كنت استهزئ يعني ضعت يعني المالي في مكانها نعم الحمد لله الحمد لله دخلت إلى الإسلام دخلت في الإسلام و you know لقيتني يعني
الشهادة كلمة التوحيد. ما شاء الله. لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله. ودخل في الإسلام.